عقود صناعية كبرى يستعد الرئيس الصيني تشي جينينغ لتوقيعها في فرنسا، التي استهل زيارتها في ليون على أن يلتقي في خلال 3 أيام كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس فرانسوا أولاند. هذا وتحتفل بكين وباريس بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث سيحل تشي إلى مائدة قصر الإليزيه مع زوجته في الساعات المقبلة. ورغم أن فرنسا تصنف بعد العديد من الدول الأوروبية على صعيد العلاقات التجارية مع الصين، إلا أن باريس تعتزم تحريك العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.